مرحبا بكم يا اصدقائي، لكم بفيديو جديد، تحديد جديد واخيرا نزل، واتمنى ان يتم تصليح جميع الاخطاء الموجوده. لدينا بعض الاضافات. اول شيء حمله تسجيل الدخول بطاقات المهارات بالاضافه الى بطاقه هايلايت وفتح مجانيه على باكج اليابان الذي نزل. وان بطاقه لدينا رساله استبيان من كونامي سوف نتطرق له فيما بعد. ولدينا فعاليه جديده ببطوله جديده، تعاون من كونامي مع الفيفا وتوقيع كونامي على عقد بين الشركتين كرة القدم، طبعا ليس فيفا اللعبة. ولدينا صورة هنا بين الشركتين، ولدينا حزمة واحدة فقط، ستيفن جيرارد مدرب لعام 2020 و2021 مع فريق رينجرز الاسكتلندي. وللأسف يا شباب كونامي نزلت حزمة واحدة فقط، لكن غالبا اعتقد سنشاهد حزم اخرى قادمة مستقبلا. ويلعب باسلوب استحواذ واللونج بول الكرات الطويلة، ويصل في القوة 88 في الاسلوبين. ولدينا باكج للمنتخب الياباني، وحصلنا على فتحة مجانية طبعا. الى باكج دوري ابطال اوروبا، لدينا ماكاليستر الارجنتيني وكاي هافرز الالماني وفلاوفيتش، بالاضافة الى لاعب سيتي ريكو لويس ولاعب اتلانتا لوكمان والباسكي نيوغو مارتينيز لاعب برشلونة. بالنسبة لباكج نجوم الاسبوع، لدينا باكايو ساكا والمقاتل فيدريكو فالفيردي وليفا البولندي والكرواتي كوفاسيتش وماركوس تورام، يعني كل التوقعات كانت صحيحة تقريبا. ولدينا باكج جديد للمنتخبات الآسيوية لكوريا الجنوبية وأندونيسيا والمنتخب الصيني، ويحتوي على 11 لاعبا كلهم بطاقات هايلايت إلى عقود الترشيح بعنوان Legacy of Legend. ربما يكون هذا المفهوم أكثر إبداعا لعقد ترشيح حتى الآن. الحمض النووي في الخلفية، يعني أبناء الأساطير. لدينا ماركوس تورام واللاعب البرتغالي كونسيساو لاعب اليوفي وابن بيتر شمايكل، واللاعبون الآخرين ابن سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني. بالإضافة لدينا باكج عقود الترشيح للدوري الياباني والتركي والبرازيلي، وحملة جديدة لأندريس إنيستا بطاقة مجانية للجميع بمناسبة اعتزاله كرويا. لكي تستلمه يجب عليك إتمام المهمات أولا، وكل المهمات ضد الذكاء الاصطناعي فقط. بالنسبة للمهمات التي تجددت، نزلت لدينا مهمات جديدة لكي نستلمها ونحصل على 100 كوينز، بالإضافة لدينا مهمة جديدة تحتوي على 50 كوينز وبالتالي 150 كوينز. بالنسبة للماتش باس، لدينا الهولندي كلوفرت وفيديريكو كيزا بالإضافة لمكافآت و30 كوينز في الماتش باس. سأكتفي فقط بهذا في هذا المقطع، أتمنى أن أعجبكم. لا تنسوا أن تدعمونا بالضغط زر لايك وانشروه مع أصدقائكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا أن السلام هو خير ختام.